أمرت زوجتي بالصلاة مرارا وتكرارا، وعندما أكون متواجدا بالمنزل تصلي، وعندما أغيب عن المنزل يغلب على ظني أنها لا تصلي دون عذر. وعندما غادرت بلدي وسافرت إلى بلاد أخرى أرسلت إليها رسالة أوصيها بالصلاة فيها وضرورة المحافظة عليها، وقلت إن لم تصلي فأنا بريء منك إلى يوم القيامة. وهذه الكلمة نطقت بها ولم يصدقها قلبي. نرجو الإفادة برأيكم في هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا. أحسنت في حرصك على صلاة زوجتك وأمرها بذلك، إن هذا مما أوجبه الله عليك. الله جل وعلا يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، ولأنها قرينتك وأم أولادك وصاحبتك في البيت يجب عليك أن تلزمها بالصلاة. الصلاة ركن من أركان الإسلام، بل هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومن تركها فقد كفر، كما جاءت بذلك الأدلة من الكتاب والسنة. وكذلك كتابتك لها توصيها بالصلاة، هذا أمر طيب منك، وإذا أصرت على ترك الصلاة فلا يجوز لك أن تمسكها، بل يجب عليك مفارقتها لأنها كافر. قال الله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فإن حافظت على الصلوات وأدتها الحمد لله، وإن لم تحافظ عليها فإنها لا تجوز لك. وأما الكلمة التي قلتها إن لم تصلي فأنا بريء منك إلى يوم القيامة، فإن أردت بذلك الطلاق فإنه يكون طلاقا، لأن هذا من الكنايات من كنايات الطلاق، هو متوقف على النية. إذا كان قصدك بهذه الكلمة الطلاق فإنها تطلق، وإذا كان قصدك من ذلك أنك بريء من عملها وبريء من حالتها هذا لا يعتبر طلاقا. ولكن كما سبق إذا كانت تصر على ترك الصلاة فإنه يجب عليك أن تطلقها وأن تفارقها. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا كانت تصلي مرة وتترك مرة شخصا كذلك الذي يصلي مرة ويترك مرة هذا مثل الذي يترك الجميع. نعم. ماذا عن عقد الزواج شخصا إذا تابت هل يلزمه أن يجدد عقد الزواج؟ إذا تركت الصلاة متعمدة نعم فإنها تدين منه فإنها تدين منه بمعنى أنها تطلق. نعم. فإن تابت في وقت العدة فإنها ترجع إليه. وإن لم تتب إلا بعد خروج العدة فإنها تبين منه ولا تحل له إلا بعقد جديد إذا تابت. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.